نحن نقف الآن على تخوم حمص الحبيبة، ريف حمص الشمالي، جبهة حمص، عملية الفك الحصار عن حمص. أصبح لدينا وقت كثير هذه الفكرة العملية، والله الحمد قام الجيش الحر بإنجاز كثير من التحريرات بالداخل ولا جنوب حمص وكافة الأطراف. ولدينا الآن الأخ الملازم أول إبراهيم الحميد المعرض طرف على أبو خليل من حمص، يقوم لنا بالشرح عن نفسه وما قاموا بإنجازات بهذه عملية الفك الحصار عن حمص. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الملازم أول إبراهيم الحميد قائد لواء النصر التابع لهيئة حماية المدنيين في حمص. كما سنرى لواء نصر أطال لواء نصر مرابطين على جبهة ريف الشمال على الجبهة الجنوبية لحمص، على تخوم الكلية الحربية من جهة الجنوب ومن جهة الغرب على مشارف كلية البيانات العملية التابعة للكلية الحربية. طيب أخ إبراهيم، أنتم شو الإنجازات اللي قدمتوها بفترة التحرير الفك الحصار عن حمص؟ كأنه بالريف الشمالي أو بالجنوب أو داخل المدينة. أولا بالريف الشمالي تم تحرير حاجز معمل بلاستيك، حاجز الشبيحة الذي يعتبر من أهم حواجز الشبيحة، الذي كانوا الشبيحة يقتلون النساء والأطفال ويرموهم في العاصي وتم تحرير حاجز شركة الكهرباء، وتم السيطرة على تحويلة طرطوس حمص بما يعرف بالعامية بالتحويلة، تحويلة حمص وقطع الطريق، وتم السيطرة على جسر الخالدي. تمام، هذا بالنسبة للريف الشمالي الإنجازات اللي قدمتوها أنتم، لكن إنجازات الجيش الحر مع بدء عملية فك الحصار الحمص بالداخل. بالنسبة للداخل تم السيطرة على قلعة حمص الأسرية لمدة أيام، ومن ثم انسحب منا الجيش الحر. شو السبب اللي خلاه ينسحب منا؟ قصف الطيران والمدفعيين المتواصل على القلعة، لأنها موقع هام حايد من حمص. تمام، غير القلعة الحمص الأسرية شو المناطق تم تحريرها بحمص؟ نعرف مناطق رمزية. في بابا عمر وتفرعايا وجوبا. وسمعنا كمان الجيش الحر بالجنوب كمان قدم انجازات من تحرير ابل بالقصير بالضبعه، الكتيبه 14 بالضبعه، كتيبه الاغرار ومساكن الضباط كذلك. نعم. طيب سنقوم الان في جوله داخل الجيش الحر، نرى كيف يقوم بالمرابطه، كما يقول حديث اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. تفضل سيادة الملازم. مثل ما شايفين هو من بطل من أبطال الجيش الحر لواء النصر. هاي جهة كتيبة البيانات على عملية تابعة للكلية الحربية. ممكن نشوف شوي. طبعا هون بالضبط مقابلنا شو موجود؟ دبابات والجيش. في خيام للجيش وفي قناصات. في عربات. في آليات عسكرية بينها بالضبط. أنا كما أشوف سيادة الملازم أنه كأنه هالبناء هذا متحصلين فيه متجه على أكثر من نقطة، كلية حربية لأحد الحواجز من داخل جنوب حمص من الجهة الأخرى. طبعا هلأ في عمليات من أكثر من جهة. ممكن لو تقوم براتنا كاملة في باتجاه الجهة الشرقية باتجاهنا، في عمليات باتجاه الوعر. أبطال الجيش الحر في الوعر يقومون بعملات كمان نوعية، بعمليات نوعية هامة كلها تربك عمليات. لنقبل الآن نرى كيف عناصر الجيش الحر ينتشرون. نحن نقف الآن على تخوم حمص، عملية فك الحصار عن حمص، جبهة حمص. تفضل معنا. هذه أحد الصواريخ الذي يمتلكها الجيش الحر. سيادة الملازم إبراهيم، لو تعرفنا شو عن الصاروخ. هذا صاروخ بي 22 مضاد للدروع. قد مسافته؟ مسافته 400 متر. 400 متر فقط؟ نعم. خلاص. كما ترون هذه أسلحة الجيش الحر الخفيفة. وهذا قادة الفرق. كذلك كما ترون قادة أربيجيل معيار 14. سنقوم بجولة أنا مشارك في الكلية الحربية. يعطيكم العافية شباب. الله يعافيك. شلون؟ عمليات تحميص مستمرة لأطفالنا. الفترة هي قد صرت مع الحالة هاي؟ للصبح يا أخوي. يعطيكم العافية. الله يعافيك. يعني يومين أخي بدون الصبح يومي يعني. مستمر 24 في نوبات حراسية مثل نظام منوبي قتالية دائمة. 24 ساعة متواصلة. طبعا الجيش بعد ما انقطع الطريق ما عاد يقدر يدخل امدادات لحمص او شيء. اول خطوه اللي نساعد فيها حمص على عمليه فك الحصار عن حمص. غير ذلك قمنا باستحاله.
قمنا بفك الضغط على الحمص وسحب الدبابات من الدراعات باتجاهنا ونقوم كما رأيت أن تفتحون جبهة طولها أكثر 4 كيلومتر تبدأ من عند الصوام الحمص يسمى لدينا طريق حمص سرطوس حتى نهاية الكلية الحربية أو طريق السيارة يسمى طريق السيارة. فلنكمل جولتنا مع الملازم أول إبراهيم الحميد هيئة حماية المدنيين. كبير الله أكبر. هذا هنا كما نرى سور الكلية الحربية سور كلية المدرعات. هذه الكلية الحربية اللي خرجتكم انتم ضباط ودربتكم نعم. طيب شوفي نبدا او نحفل ذكرناها من الكلية الحربية الاقتناعات كانوا يقنعونكم فيها المهارطة والممانعة واسرائيل اول فكره كان يعني انه الجيش الحر هو جيش ارهابي الجيش الحر هو جيش ارهابي جيش فرع عقيدته ارهابيه طيب انت شو اللي خلاك تشق عن هذا الجيش وما ذكرتنا امتى شقيت وشو الاحداث اللي خلتك تشق اول سبب افعال النظام القتل يعني قتل الاطفال والنساء قبل الرجال سفك الدماء خمس كانت هي ثوره سلميه هو اللي خلبها الى طائفي وعنف طيب نعرف نحن بالجيش في دورات بسموها ستاسي نحن ما نعرف هيك شغلات كم واحد من دورتك بالجيش انشق معك هالشقاق اللي قمت فيه من زملائك بالجيش يعني دفعه كبير من شباب وابطالنا من الشباب كان في صعوبه من الشقاقات؟ الحمد لله الحمد لله نزلوكم على شيء بدار قتال قالوا لكم جهاز في قسم نزلوه قسم نزلوه في قسم مني بيعتبروه انه ولي للنظام نزلوه على الميدان نحن بيعتبرونا انه يعني فينا نقول العصابات الاسد من حفره حفره الاخير وقع فيها نعم. يعني كان مجهزكم وتدربكم لضرب المدنيين قام قلب عليهم الجيش الحر وصلتوا للجيش الحر وتحاربوا العصابات الاسد فنبدا جولتنا انظروا هذا الطناط يعطيك العافيه اخي الله يعافيك عم نشوف في تحركات في اي حركه مثلا معينه الحمد لله بسبب عمليات الدنس ما ضل ولا عسكري يرفع راسه متجوز؟ ما ضل ولا عسكري الحمد لله بستطلع عمليات الدنس انت متجوز؟ لا عازم حط بالك بعد ما تخلص سقوط النظام شيء معين حط بالك شيء هدف بعد سقوط النظام؟ بعد سقوط النظام ان شاء الله نعود لحياتنا الطبيعية ان شاء الله يعطيك العافية كما ترون رغم القصف والدمار الجيش الحر مرابط على جبهة انظروا هذا مكان قصف الدبابات مكان مرابطة الجيش الحر رغم ذلك لن يتهاون لحظة عن حماية أهله أو الانسحاب من الرباط فهذا هو جيشنا الذي اعتدنا عليه الجيش الحر وليس جيش عصابات الأسد وشبيحته تكبير الله أكبر تكبير طب شوي اطلاق نار اكيد شفت شي عنصر مع ناصر اسد ايه عساكر كم واحد كان بالضبط شي 10 يعني ان شاء الله نزلنا واحد ان شاء الله يا رب يعطيك الف عافيه هاي على الكليه الحربيه طبعا الكليه الحربيه هون نعم الله يسلم ايديك شو كنت تشتغل باذن الله ان شاء الله شو كنت تشتغل قبل كنت أشتغل ميكانيك شحن بس مشيت على الجيش ومشقيت يعني شقيت بتعسكر ومشقيت نعم كنت نعم. أخدم الفرقة الرابعة هاي الفرقة الرابعة طبعا إلى ماهر الأسد إلى مسموعيات سيئة على مستوى الجيش مزبوط حضرت شي معين خلال الفرقة الرابعة و... لا أنا كنت أخدم حقل السواقة ما نزلوني على حواجز بس في عساكر نزلوها يعطيك الكافي هذه نقاط تماس مع العدو الأسدي في جبهة حمص في حمص الشمالي يا عمار عمار وين صاروا؟ صاروا هيك مع بيان عساكر محرقة الله بيان عساكر؟ نرجع مرة ثانية عندها؟ جديد بالكلية الحربية
مدين عليك محل ما بينات اشترى. ما عند السور هذا بالضبط. وين بالضبط؟ عند الساتر الجديد العملوق. الساتر الجديد عند باب الكلية هون فيه صوت. ايه صوت الخنزير. صوت الكلب. على باب الكلية؟ ايه. ايه. وين مبنى الأسود؟ هذا المبنى الأسود. محل ما بدي نتاع عن المبنى الأبيض على الساتر الطراب ايه. الثاني. مزبوط هون؟ ايه. عند الضوء الشغالة نعم. سدفوا انتفوا. هلا بروحوا بيجوا من هون ها ليك تساتر الطراب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هؤلاء أطفال جيش الحر كما رأينا مرابطين. يعطيكم العافية شباب، نقوم بالدفاع وفك الحصار عن أهلنا في مدينة حمص. السلام عليكم. إذا الدار هاي أخم جنودنا الأبطال المرابطون على جبل حمص لفك الحصار من حمص. طبعا أتوا الشباب أن يقوم بتبديل النوبات مع القناصين من أجل أن تفرغ الساحة لهاي العصابات الأسد التي تقع جنوب هذه المنطقة. أو لو تنظرون قليلاً مرابط الدبابات اللي يقوم بتجهيزها عصابات الأسد لقصفنا. انظروا هذه الدمار الخلفة، فهذه الدبابات تقع أمامنا فليس بعيدة عنا، غير القناص الذي ينتشر بالمنطقة لمنع تحركات الجيش الحر. لكن الجيش الحر لله الحمد هو عنده قدرة للتنقل بين هذه القناصات. ونشكر الأخ الملازم أول إبراهيم الحميد من هيئة حماية المدنيين على ما يقدمونه لدعم هذه الجبهة من رجال وعتاد وذخيرة. طبعا حاليا الشباب هون عم يبدلوا نوبة. كما قلنا لكم كل ساعتين يبدلوا النوبات. تبديل النوبات ان شاء الله الجيش الحر. بس اهم شيء دائما عندنا المرابطة الدائمة 24 ساعة على 24 ساعة ونوبة قتالية جاهزة للشباب لأي عمل مستمر، وعنا الاستمرارية في العمل على جبهة حمص حتى فك الحصار عن اخواننا في حمص. شو طلباتكم؟ طلباتنا شو طلباتكم هون كجبهة؟ كوضعكم كجبهة؟ يعني كوضع هون ذخيرة سلاح الشباب، يعني السلاح الفردي موجود، السلاح الثقيل موجود، السلاح الخفي. بدنا شغلات الساعة، يعني شغلات نوعية مثل نقول صاروخ مثل الدبابات. شايف شايفها البعيدة عندنا صواريخ مدال دم، صواريخ نعم. مالوتكا، صواريخ جراد، صواريخ نعم. عدة أنواع من الصور ميلا، صواريخ مثل بدنا صواريخ ميمطة. أنا مستغرب، أنا حضرنا جبهات بإدلب وريف إدلب بحلب، شفنا صواريخ مثل، شفنا صواريخ ستينجر، شفنا نعم. صواريخ كوبرا، شفنا صواريخ مولوتكا. هذا الشيء ميتس، الميتس نحن شفناه بإدلب شلون بيحدد عيان الدبابة، بيقوم قصف الدبابة تفجيرها على تحديد هدف 100% مثل ما بيقولوا. لكن هون بالريف الحمص الشمالي لا نرى شيء من هذه الأسلحة إطلاقا، لا نوع أنواع الميتس، لا ستينجر، لا كوبرا. يعني أسلحتنا متوسطة راك أكثر من الأسلحة الثقيلة. شو التقصير اللي هذا اللي خلاه ما يصير بريف حمص الشمالي؟ ولا هي مؤامرة مثل ما نقول، مثل ما يسموه الخارج مؤامرة على حمص؟ هي الهلال الشيعي لعصابات الأسد منع توصيل الذخيرة، أو كما رأينا قطع الجسر الذي ينفذ منه أحد السور أو أحد الطرقات التي تنفذ منه الذخيرة. فهو السبب اللي هو يعني تشرح لنا أخ إبراهيم سبب منع الذخيرة على هذه عن حمص حصرا. كما رأينا رجالا حمص لا تحتاج رجال، حمص رجالة في رجالها كثيرون، لكن كما نرى لديهم نقص من الأسلحة. كما نعلم أن النظام يريد حمص، يروض حمص ضمن الدولة الطائفية الذي ضمن المخطط الطائفي الشيعي الذي هلال الشيعي مثل ما ذكر. هلال الشيعي هو نعم. الواصل بين لبنان والعراق والإيران وحزب الله. نعم نعم، بيحاول بده يضل حط إيده على حمص، فارض السيطرة على حمص. كما قلنا لكم ما نسمح له بهالشيء. كما قلنا لكم ما بضل غير عنا أرواحنا، ما رح نسمح له بهالشيء بنوبة.
بالبارودي بدنا نجابه، بدنا نجابه الدبابي بالبارودي. الحمد لله وصلنا لهالمرحلة وراح نكفي، ما راح نوقف، راح نكفي. بكرة بإذن الله بدنا نكفي. كما رأيتم هذه جبة حمص، ريف حمص الشمالي، الجبهة مفتوحة والنار لا تقف. القناص يعمل والجيش الحر يعمل وكلهم يعمل. حمص لا تحتاج، حمص لا تحتاج لا رجالا، حمص تحتاج ذخيرة وأسلحة نوعية. كما قلنا لكم أن حمص عند النظام هي عبارة عن هلال يصل بين الساحل ولبنان والعراق وإيران لتلبية احتياجات حزب الله. لجعله أن كما يقولون أنها الممانعة والمقاومة فأنه كاذب كما رأيتم. فقط أنه يريدون بابا عمر تحشدات الآن على بابا عمر فقط لأن زارها بالشار. لا أخي العزيز، ليس يريدون حمص من أجل بابا عمر لأن زار بالشار. هي عبارة حمص نقطة حساسة في سوريا لعصابات بشار أسد وزباليتيا من إيران وعراق، شيعة العراق وشيعة لبنان. نشكر لكم متابعتكم معنا، ونشكر الأخ الملازم أول إبراهيم الحميد هيئة حماية المدنيين جبهة حمص ريف حمص الشمالي. تكبير، الله أكبر، تكبير.